السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وجبة غداء سهلة أو وجبة عشاء، يعني تحت طلب العديد من الأخوات. يعني قالوا لي يعني ننزل لهم وجبات خفيفة خصوصا للمرأة العاملة، فهاد الوجبات هادو اللي حضرت لكم قبل، وهاد الوجبة هادي كذلك يعني كيتحضروا بسرعة وما كياخدوش منكم وقت طويل، يعني صحيا والأهم أنهم اقتصاديين. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا في المكونات حبة بصل كبيرة، حبة فلفل أخضر وحبة فلفل أحمر، ممكن أنكم تضيفوا الفلفل الأصفر، ممكن كذلك تضيفوا الجزر مبشور. عندي هنا في توابل الملح وفلفل أسود والقليل من الزنجبيل. غادي نحتاج رشة كذلك من الثوم المجفف يعطيها نكهة رائعة، والقليل من زيت الزيتون. غادي نرد الكل يتشحر جيدا. هنايا خديت كمية من البطاطس وقطعتها مربعات صغيرة وبخرتها. غادي نحتاجو 4 بيضات وجبن مبشور يبقى اختياري. من بعد ما ردينا يعني الخضر يتشحروا، فانا هنايا غادي نحضر البيض. هنايا وضعت قبصة من الملح، بسم الله. على هذا غادي نحركوا البيض جيدا. غادي نضيفوا البطاطس، الخضر ديالنا من بعد ما تشحروا. يعني ما كنخليوش الفلفل حتى كطيب بزاف مع البصل، فقط يعني كينزلوا لنا شويه باش كتبقى فيهم داك القرمشه كتعطي نكهه رائعه في الطبق ديالكم. نخلطوا جميع المكونات جيدا. ممكن انكم تضيفوا الدجاج او يعني اي نوع ديال اللحوم بغيتيه، ففقط البروتينات يعني متواجدين في البيض، ما يحتاجوش انكم تضيفوا لهم حاجه واحده اخرى باش تبقى وجبه اقتصاديه. يعني المول ديال اللي غادي ندخل انا للفرن، دهنته بالقليل من زيت الزيتون. كما كتلاحظوا ما استغرقاتليش في التحضير ديالها 10 دقائق. كنحاولوا نوزعوا جيدا، نجيب الجبن المبشور. لهذا الشكل هذا وندخلها للفرن، نشعل عليها من الفوق ومن التحت على درجه حراره يعني على 200 درجه، ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. اخواتي فهذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه ديالنا من بعد ما طابت. نقطعوها نشوفوها كيفاش جات من الداخل. كتجينا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. فنتمنى ان الوجبه ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.